بعد جهد عسير لإيجاد قاعة لعقد المؤتمر العام الرابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، عقد المؤتمر أخيرا في ساحة عامة في العاصمة عمان، بعد أن أشار الحزب إلى وجود قوى حاولت منع الحزب من عقد مؤتمره في إحدى القاعات العامة. رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المهندس علي أبو السكر أشار لتلك القوى التي غلقت كل الأبواب أمام الجماعة، مؤكدا أن تلك القوى هي نفسها من زورت الانتخابات النيابية في السابق. قوى الفساد والشد العكسي التي لا تريد للأردن والأردنيين خيرا، هذه القوى لم تترك أمام الحزب بابا إلا وسعت لإغلاقه وعرقلته في عقد اجتماعه داخل قاعة مغلقة لاستكمال استحقاقات قانونية في انتخابات قيادته وإقرار سياساته. انعقاد المؤتمر العام الرابع للحزب هو إحدى المراحل الرئيسية في الانتخابات الداخلية للحزب لاختيار قيادة جديدة له، وبموجب النظام الأساسي للحزب فإن انعقاد المؤتمر سيشهد انتخاب الأعضاء الثمانية المكملين لمجلس الشورى مناصفة بين الرجال والنساء، ويضاف إليهم عضوية كل من أمين عام ورئيس مجلس شورى الحزب. ها هو المؤتمر العام الرابع لحزب جبهة العمل الإسلامي ينعقد في هذه الخيمة، وقد اتخذ من أرض الأردن المباركة وطاءً ومن سمائه غطاءً، ونقول للشاهد التاريخي سجل إن أكبر حزب أردني لم يجد في بلده مكاناً يعقد فيه مؤتمره العام. المؤتمر شهد حضور بعض الشخصيات الحزبية والنقابية بالإضافة لرئيس وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ألقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة وجه فيها بعض الانتقادات للحزب خاصة بما يتعلق بمقاطعته للانتخابات. مثل ما كان على الحكومات مسؤولية التقصير من جانب، مثل ما كان على الحركة الإسلامية مسؤولية التعنت وعدم إبداء المرونة وأحياء الاستقواء والذهاب لهوامش الحرد السياسي الذي جاء في غير محله، فأضاع عليكم وعلينا فرصة التشاركية والمسؤولية للخروج من أزمة عنق الزجاجة بمنافع كثيرة وبالسرعة المطلوبة. وتذكروا إن كان عندكم مآخذ على شكل ومضمون الحياة السياسية في البلاد، فعليكم أنتم أيضا مآخذ في مواقع استفردتم بها. وبحسب النظام الأساسي للحزب فإن مهام المؤتمر العام إقرار السياسات العامة للحزب التي يقدمها مجلس الشورى، وإقرار منطلقات الحزب وأهدافه، وانتخاب 10% من أعضاء مجلس الشورى مناصفة بين الرجال والنساء. دعوات للحوار بين الحكومة والإخوان المسلمين تطلق بين الحين والآخر لم تتعدى حدود الدعوة لها، إلا أن مراقبين يرون أن الحوار في الوقت الراهن بات ضرورة قصوى في ظل الأوضاع والمتغيرات التي تشهدها المنطقة برمتها، والتي تحتاج لتقوية الصف من الداخل لمواجهة أي خطر خارجي قد يعصف بالأردن. رعد بن طريف، رؤيا.